طيب نخش سريعا في حلقة النهاردة ونروح نشوف أبرز العناوين. الأهلي يواجه الترسانة في دور 32 بكأس مصر. معلول لا يغيب عن الملاعب شهرين وعاشور يعود بعد مباراة الاتحاد. انضمام أزارو وكولوبالي لمنتخبي المغرب ومالي. راحة سلبية لصلاح محسن وكشف طبي لسعد وجابر. صلاح يحدد موعد لحاقه بمعسكر المنتخب. أجري يعترض على ملعب السلام قبل المواجهة الأفريقية. قلق في ليفربول بسبب الحالة الصحية لنابي كيتا.